مصدر رفيع المستوى يؤكد أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها. مدبولي يؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بوضع خطة استباقية للتخفيف من فترة قطع الكهرباء خلال فصل الصيف. مدبولي يؤكد توفير أكثر من مليار دولار لمواجهة أزمة الكهرباء ووقف انقطاع التيار بداية من الأسبوع الثالث من يوليو. السادسة صباحاً الثالثة بتوقيت غرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلاً بحضراتكم والبداية مع زميلة ناردين حبيب. أهلاً بك ناردين. أهلاً بك آيات وأهلاً بكم مشاهدينا. أكد مصدر رفيع المستوى لإكسترا نيوز أن رئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال وأصدر توجيهات للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترة الانقطاع والتوزيع العادل لها مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لا توجد بها أزمة توليد طاقة أو نقل أو توزيع على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك ضغطا على الموارد الدولارية لتوفير الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء المعنيين بأزمة الكهرباء، أكد مدبولي أن هناك خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال مع نهاية العام الحالي. مع الزيادة اللي بتحصل في عملية الاستهلاك ومعدلات الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة اللي حصلت في البلد وزيادة السكانية وكل الكلام ده، بقى هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية علشان ندبر الحجم المطلوب عشان نضمن ان احنا نشغل الكهرباء على مدار 24 ساعة. احنا ما عندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات، ولكن هي مشكلة تدبير الوقود. محطات الكهرباء بتشتغل على مكونين أساسيين، المازوت والغاز الطبيعي. فالحقيقة يمكن احنا حاطين الخطة بتاعتنا على أساس ان احنا فعلا نحاول نفضل ملتزمين بموضوع الساعتين الانقطاع ان شاء الله على الهدف ان احنا قبل نهاية هذا العام نكون بنتوقف تماما عن موضوع تخفيف الأحمال، لان عارفين ان هو مش فقط بيمس المواطن ولكن ايضا بيمس القطاعات الاخرى، قطاعات الصناعة وقطاعات الاستثمار، وبنبقى واعيين تماما وبنبقى يعني مش عايزين على الإطلاق ان اي مصنع يتضرر او يتأثر من موضوع إيقاف الغاز ليه بسبب هذه الأزمة الموجودة. أكد رئيس مجلس الوزراء على توجيهات الرئيس السيسي بوضع خطة استباقية للتخفيف من فترة قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، معلنا أنه تمت الموافقة على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من المازوت بنحو 300 ألف طن إضافية ستبدأ في الوصول مطلع الأسبوع المقبل بقيمة إجمالية تصل إلى 180 مليون دولار. احنا كنا حاطين خطة ازاي نضع أو نتجاوز فترة الصيف، ودي كانت توجيهاتي للحقيقة السادة الوزراء وكل العاملين في وزارتي الكهرباء والبترول وأيضا وزارة المالية. لازم نبدأ نتحسب مع اللي احنا ابتدينا نشوفه من موجات حارة غير مسبوقة، إن وارد جدا يوليو أغسطس وسبتمبر تتكرر هذه الموجات وتبقى ممكن أعنف حتى من اللي حصل في يونيو. عشان كده كان من 48 ساعة السيد وزير البترول عرض عليا انه محتاج ان هو يزيد من الاحتياطات الاستراتيجية للمازوت. احنا عندنا احتياطات موجودة، الاحتياطات دي بنستخدمها للمناورة ما بين المحطات وبعضها البعض، ولكن تحسبا للحرارة الكبيرة جدا اللي احنا ممكن نكون متوقعينها انها تحصل، طلبت من سيادته ان هو يزيد من حجم هذه الاحتياطيات عشان يبقى عندنا احتياطيات اضافية. فهو طلب ان احنا ندبر أو نستورد 300 ألف طن مازوت إضافيين غير اللي عندنا، ودول قيمتهم لوحدهم 180 مليون دولار، وتم الموافقة الفورية من 48 ساعة لسيادته، ووجهت السيد وزير المالية دبرهم امبارح المعادل ليهم بالجنيه المصري. ابتدى معالي وزير البترول يتعاقد بالفعل على 180 مليون دولار وال 300 ألف طن مازوت، وحيبدأوا يوصلوا مصر إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم.
ده كان فقط علشان أزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية اللي بتستخدم جوه محطات الكهرباء علشان موضوع المناورة. كما أكد مدبولي وضع خطة استباقية واستثنائية لتخفيف قطع الكهرباء خلال موجات الحر التي تتعرض لها البلاد، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى نحو مليار دولار لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، سيتم توفيرها بشكل فوري لبدء استيراد شحنات الوقود. الحقيقة معالي الوزراء مع الزملاء عملوا الدراسات بتاعتهم وحجم الكميات المنتجات المطلوبة، وجم وقالوا لي بصورة مبدئية احنا محتاجين منتجات بمليار دولار امريكي، ده غير ال 180 مليون اللي احنا دبرناهم من 48 ساعة. يعني احنا بنتكلم في اجمالي مليار و 180 مليون دولار النهاردة هنخصصهم كدولة علشان نتجاوز فترة الصيف في خلال الفترة الجاية. الرقم ده 57 مليار جنيه، لكن اللي يهمنا ان هو لازم المواطن المصري يبقى عارف ان هو الدولار هو الاهم، لان ده هندبره من الموارد الدولارية بتاعت الدولة المصرية خلال هذه الفترة المهمة جدا. هذا الرقم بناء على هذا العرض ومراجعته مع السادة الوزراء اليوم، وجهت السيد وزير البترول بالبدء الفوري في التعاقد على هذه الشحنات عشان نستقدمها بصورة فورية علشان نعدي فترة الصيف، وتم التنسيق مع السيد وزير المالية علشان يدبر المبالغ بالجنيه المصري، وبالتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي أيضا عشان ندبر المعادل لهم بالدولار. النقطة طبعا ان هذه الشحنات ما نقدرش ان احنا بنجيبها مرة واحدة في يوم، او ده بتبقى بتاخد وقت في التعاقدات. وبناء على هذا الكلام وتقدير السيد وزير البترول قال لي ان احنا هنكون قادرين ان احنا نصل الى الحجم الكامل لهذه الشحنات اللي تمكننا من وقف قطع الكهرباء بالكامل طوال فترة الصيف مع الاسبوع الثالث من شهر يوليو. يبقى احنا ان شاء الله اللي هنعمله من النهاردة لغاية الاسبوع الثالث من شهر يوليو، الكام يوم اللي فاضلين من هذا الاسبوع هنضطر اسفين ان احنا نستمر على قطع 3 ساعات في اليوم، اللي هو تخفيف الاحمال 3 ساعات. وان شاء الله اعتبارا من الاسبوع القادم هنرجع تاني للساعتين، وتدريجيا اللي هو الاسبوع القادم ده هيبقى بداية يوليو لغاية الاسبوع الثالث من يوليو ان شاء الله مع وصول كل الشحنات والمنتجات المطلوبة هنبدأ باذن الله نوقف تماما قطع الكهرباء طوال فترة الصيف لغاية ما ينقضي الصيف. وقال مدبولي إن مصر مرت بثلاث موجات حارة غير مسبوقة خلال شهر يونيو، مشيرا إلى حجم استهلاك الكهرباء يوم الاثنين الماضي قد قارب 36 جيجاوات. شهر يونيو اللي احنا الشهر اللي فيه حصل فيه ثلاث موجات حارة غير مسبوقة إذا قارناها بالشهور السنين اللي فاتت، ثلاث موجات حارة. طبعا كان منهم الموجة اللي حضركم اكيد حسيتوا بيها في وقت اجازة عيد الاضحى، وكانت يعني شديدة الصعوبة ودرجات الحرارة كانت كلها فوق الاربعينات 42 و43، ويعني سجل في اسوان رقم قياسي تجاوز 50 درجة مئوية. ومع ذلك كنا حريصين وعلى يعني متابعة مع الوزراء وكل العاملين في الوزارتين ان احنا نفضل على موضوع ساعتين فقط تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء. اللي حصل بعد أجازة العيد مباشرة حصلت موجة أخرى للأسف شديدة الحرارة، وما زالت موجودة لغاية النهاردة، وإحنا موجودين النهاردة الحرارة في الخارج مسجلة أكتر من 41 أو 42. إنما اللي حصل على مدار اليومين اللي فاتوا إن طبعا تواكب هذا الموضوع مع عودة طاقة العمل بكاملها في كل أنحاء الدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، فابتدينا سجلنا على مدار اليومين اللي فاتوا حجم سحب أو استهلاك للطاقة الكهربية غير مسبوق. يعني إحنا امبارح قبل ما تحصل الأزمة اللي أنا هشرحها لحضراتكم كنا اقتربنا من 36 جيجا استهلاك كهرباء قبل ما تحصل الأزمة اللي حصلت في منتصف اليوم. كما أشار مدبولي إلى تعطل أحد حقول الغاز بدول الجوار ضمن منظومة الشبكة الإقليمية لربط الكهربائي لنحو 12 ساعة، مما تسبب في زيادة فترات تخفيف الأحمال بشكل غير متوقع.
احنا كلنا عارفين ان مصر يعني ربنا حبيها بحجم من الغاز والطاقة، واحنا الحقيقة في اطار خطة الدولة ان احنا نكون مركز اقليمي لتداول الطاقة وبالذات الغاز وتسهيل الغاز وتصديره وتداوله. مصر في لديها شبكة اقليمية بتربطنا بدول الجوار. الشبكة دي ببساطة شديدة بتفيد الدول كلها مع بعضها البعض، بحيث في اوقات لما بيبقى في دول عندها فائض في الانتاج اللي عندها بتقدر تصدره من خلال هذه الشبكة الاقليمية لبقية الدول، بحيث ان احنا بنقول مصر مركز اقليمي. فايه اللي بنعمله؟ بناخد حتى الغاز اللي من الدول الجوار بيتعمله تسهيل عندنا في محطات التسهيل بتاعتنا الرئيسية، وبنقدر يتصدر من خلالنا لبقية دول العالم. وبالتالي مصر بتبقى احيانا وبالذات في فترة الشتاء بيبقى لدينا فائض وبنقدر ان احنا نصدره. لكن على العكس لما بيجي فترة الصيف احنا بيبقى كم انتاجنا النهاردة ومع 3-4 سنين اللي فاتوا مع زيادة حجم الطلب والاستهلاك الكبير جدا اللي بقى موجود، توقفنا تماما على التصدير في الصيف، وبقينا كمان بناخد او بنستورد من الدول الجوار حجم لا بأس به عشان نغطي به الاحتياجات الداخلية للدولة المصرية. يعني الشبكة بتشتغل على الناحيتين، انها بنصدر وفي نفس الوقت بنستورد من خلالها. اللي حصل امس الحقيقة ان احد الحقول اللي في دول الجوار اللي مرتبطة وبتضخ بصورة كبيرة جدا داخل الشبكة الاقليمية وبنستفيد منها خرج من الخدمة، وحصل فيه عطل فني فتوقف لأكثر من 12 ساعة. وقال رئيس مجلس الوزراء إنه وجه وزير التنمية المحلية بمجموعة من الإجراءات للترشيد الكهرباء، منها غلق المحال التجارية 10 مساء اعتبارا من الشهر المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء، كما طالب المواطنين بالمساعدة في ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل. احنا حريصين كل الحرص على تجاوز هذه الأزمة. الخطة واضحة جدا بالنسبة لنا، هي القضية كلها قضية تدبير الموارد المالية اللي تشغل المحطات بكامل طاقتها، وأيضا مع هذا الكلام وإحنا كدولة هنكون إن شاء الله ملتزمين بهذا الموضوع. ولكن أيضا اللي حابب إن أنا أنهي بيه كلامي إن لازم يبقى معها أيضا خطة ترشيد. والحقيقة يمكن عشان هذا الموضوع يعني أنا طلبت من السيد وزير التنمية المحلية إن إحنا هنبدأ أولى خطوات عملية الترشيد بأن احنا هيتاخد القرار أن اعتبارا من أول الشهر القادم أن المحلات التجارية كلها تغلق الساعة 10 مساء في كل أنحاء الجمهورية. أنا بتكلم هنا على المحلات التجارية المنفردة اللي بتبقى في الطرق والشوارع أو المولات، فيما عدا طبعا الصيدليات والسوبر ماركتس وأيضا المطاعم، ودي هتبقى بحد أقصى بتغلق الساعة 1 صباحا. ده هيبقى جزء يساعد في عملية الترشيد. ولكن ايضا يعني انا كل اللي بطلبه ايضا من المواطنين انه يساعدونا في عملية الترشيد داخل المنازل وفي كل المنشآت، لان ده بيساعدنا كدولة ايضا ان احنا نقلل من حجم المنتجات اللي احنا بنستوردها النهاردة. احنا الحمد لله وكل المواطنين عارفين احنا تجاوزنا الحمد لله الازمة الاقتصادية الخانقة اللي كنا بنمر بيها منذ شهور، وكل المتبقي قدامي أنا كحكومة النهاردة أحل مشكلة قطع الكهرباء. ودي إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم حطين لها الخطة بتاعتها، وإن شاء الله ربنا هيقدرنا وحننفذها عشان يبقى كده تجاوزنا الأزمة الكبيرة اللي احنا كنا بنمر بيها على مدار الفترة السابقة، ويبقى كل تركيزنا المرحلة القادمة هو عودة الاقتصاد المصري للتعافي والانطلاق ويحقق معدلات نمو عالية ويجذب استثمارات كبيرة، ودي هي خطة الحكومة في خلال الفترة الجاية. كما وجه رئيس الوزراء الاعتذار للشعب المصري على أزمة انقطاع الكهرباء خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لحل الأزمة. يعني بوجه اعتذاري للشعب المصري على الأزمة اللي حصلت امبارح واللي أنا شرحتها بالتفصيل، وإن شاء الله بإذن الله ربنا ما يكتب علينا مرة أخرى هذه الأزمة، وإحنا إن شاء الله بالخطوات اللي إحنا عرضتها لحضراتكم هنكون قادرين بإذن الله يبقى عندنا كل الخطوات الاحتياطية اللي تمكننا إن شاء الله إن هذه الأزمة بإذن الله ما تتكررش.
انعقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة. وتم انتخاب كل من المهندس خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس الأمناء، الدكتورة عهود وافي نائبا لرئيس مجلس الأمناء، النائب محمد الجرحي أمينا لصندوق التحالف. كما تم انتخاب كل من الدكتورة مارغريت صاروفيم وسيد محمود فؤاد عضوين للمكتب التنفيذي للتحالف. وقد أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إنجازاته المميزة خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تجسد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجا بمصر. ويؤكد التحالف الوطني التزامه بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وبناء مستقبل أفضل لمصر. من وقت تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهو بيشتغل بخطة، خطة تقدر تغطي كل أشكال الدعم وتضمن وصول المستحقيه من خلال مؤسسات المجتمع المدني المصرية اللي شكلت التحالف. والنهاردة نقدر نقول إن التحالف الوطني في الست شهور الأولى بس من 2024 حقق نجاحات قياسية علشان يوصل لهدف التنمية المستدامة من خلال محاور التمكين الاقتصادي، الدعم الصحي، دعم التعليم، الدعم الاجتماعي، الدعم الغذائي والدعم النقدي. فوصل عدد المستفيدين من التحالف في الفترة دي ل 28,883,796 مستفيد في مختلف المحاور. التركيز الأول كان على التمكين الاقتصادي، لأن الأولوية كانت للأسر الأكثر احتياجاً علشان يضمن لهم التحالف مصادر دخل مستدامة تخرج بيهم من احتياجهم. فقدر التحالف يسلم 1483 أسرة مشروعاتهم التنموية المختلفة في 7 محافظات، ده غير مبادرة إزرع اللي بتدعم صغار المزارعين في أحلامهم وطموحاتهم. وبالتوازي التحالف ركز على المحور الاجتماعي اللي سد فجوة الاحتياجات الأساسية للأسر اللي كانت ناقصها بعض الاحتياجات، فتم الانتهاء من إعادة إعمار 384 بيت، ده غير تجهيز العرايس وتوزيع الأدوات الكهربائية والأثاث ووصلات المياه وغيرها. وشفنا كمان تنفيذ معارض للملابس وتوزيع الحافة وبطاطين ل 17,637 أسرة. بعدها كان الدور على الدعم الصحي، علشان تأمين صحة أهالينا هو اللي هيخليهم قادرين يقفوا على رجليهم من تاني. فشفنا تسليم 22,493 نظارة طبية وإجراء 70 عملية قلب و193 عملية عيون وتوزيع 273 جهاز تعويضي، ده غير تنفيذ القوافل الطبية بشكل يومي علشان يستفيد منها 698,510 مستفيد. التحالف كمان قام بدور الدعم الغذائي اللي كانت بتقوم بيه كل مؤسسة بشكل منفرد، بس مع وجود التحالف اللي نظم عمليات الدعم والتوزيع ضمننا الأمن الغذائي لعدد أكبر من الأسر. فشفنا الست شهور اللي فاتوا توزيع شنط غذائية ل 150,122 مستفيد، وتوزيع 561,935 وجبة سخنة، و 122,285 كيلو لحوم، و 165,388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقاً في محافظات مصر المختلفة. وعلشان نضمن الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجاً، شفنا تنظيم لعملية الدعم النقدي لضمان استمراريتها، علشان الدعم النقدي يفضل مستمر بدون توقف وتقدر الأسر تبني عليه خططها. 15,232 أسرة تم دعمهم نقديا مع تسليم حزم النقد المالي والغذاء الشهري المنتظم ل 350,000 أسرة. ومع النجاح الكبير للتحالف داخل مصر، كان طبيعي أننا نشوف أن التحالف هو اللي بيقوم بالدور الأكبر لدعم أهالينا في فلسطين، وده عن طريق إطلاق 5 قوافل لدعم إخواتنا بإجمالي 2224 قاطرة محملين ب 45,000 طن من المواد الغذائية. ومع فرحة الناس في كل موسم، التحالف قدر يضمن أن الفرحة توصل كل بيت في مصر في المواسم المختلفة. ففي موسم رمضان تم توزيع حوالي 1,800,000 كرتونة غذائية، وحوالي 10,920,000 وجبة، و 1,236 طن لحوم، ده غير 13 منفذ للسلع المخفضة، وكمان 8,000 قطعة ملابس، وتوزيع الإعانات على 149,320 مستفيد.
ده غير القوافل الطبية اللي استمرت طول رمضان والتبرع بتلات أجهزة طبية بقيمة 1,200,000 جنيه. وفي موسم عيد الفطر اتخصص لكل محافظة 20,000 علبة لحلويات العيد. وفي موسم عيد الأضحى مؤسسات التحالف وزعت الأضاحي على أكثر من 2,058,844 أسرة، وقدمت الدعم المادي ل 21,283 أسرة متعففة. أما في قوافل ستر وعافية فالتحالف نظم 5 قوافل لإجمالي 100,000 مستفيد. كل ده ما كانش هيتم من غير هيكل تأسيسي للتحالف يضمن إن كل أشكال الدعم دي تستمر جوه نظام قادر يحافظ على المستوى الثابت لنجاح التحالف. فبعد إصدار السيد رئيس الجمهورية قراره بتشكيل لجنة مؤقتة علشان تقوم بكل الإجراءات اللازمة لتشكيل التحالف بشكل رسمي، قدرت اللجنة تستطلع الآراء من الجهات المختلفة وتحدد الآليات اللي هيبدأ بيها التحالف في المؤسسات اللي هتشكل التحالف في بدايته. وبعد صياغة اللوائح ومسودات الأهداف والاستراتيجيات انتهت أعمال اللجنة بانعقاد أول جمعية عامة للتحالف بعد إصدار القرار الجمهوري بتأسيس التحالف بشكل رسمي وانتخاب 21 عضو لمجلس أمناء التحالف. وبعد القرار الجمهوري بتعيين 4 أعضاء إضافيين في المجلس اكتمل التحالف الوطني في شكله الرسمي الجديد، واللي هيساعد التحالف إنه يبدأ يتحرك بشكل أقوى وأسرع على الأرض علشان يفضل دايماً ظهر وسند لأهالينا في كل مكان في مصر. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنظم جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالمقطم عدداً من الفعاليات لتأهيل ذوي القدرات الخاصة. تتضمن الفعاليات تقديم خدمة متكاملة تحت إشراف نخبة من الأطباء والاستشاريين والإخصائيين في مجال تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة. يذكر أن البرامج التأهيلية بالمؤسسات تشمل عدداً من الأقسام والتخصصات التي يستفيد منها الأطفال المستحقون، مثل قسم العلاج الطبيعي والتخاطب وقسم تنمية المهارات المعرفية. نخدم أطفال احتياجات خاصة بدون أي مقابل مادي، بس لازم تكون الأسر غير قادرة ماديا. يعني احنا بنخدم الأسر غير قادرة ماديا، بنقدم لهم الخدمة مجانا 100%. الخدمة عبارة عن تنمية مهارات، تخاطب، علاج طبيعي، وظيفي، تكامل حسي، عندنا الأورا الموتور برضو شغال موجود، وقسم الحركي، عندنا سباحة بنشتغلها برا المكان مع الأطفال المحتاجة، وعندنا مركز تدريبي بنقدم دورات تدريبية سواء للعاملين في المجال عموما أو للعاملين في المركز عشان نرفع كفاءتهم. وطبعا قسم نفسي بيعمل الاختبارات وبيقيس تطور الاطفال كل 6 شهور. احنا عندنا تقريبا حوالي من 260 ل 270 طفل بنخدمه على مدار الاسبوع. الاطفال بتاخد جلساتها بشكل اساسي. طبعا في اطفال عندنا هنا خلصت جلساتها فعليا، كانت مثلا ما بتمشيش والحمد لله مشيت، كان في مشاكل عندها كبيره في اللغه والطفل دلوقتي بيتكلم والدنيا عنده احسن، كان عنده مشاكل في المهارات. فطبعا يعني في اطفال الحمد لله دلوقتي في مدارس عاديه كان عندهم مشاكل، عندهم مشاكل في الفهم، عندهم تأخر دراسي أو بقى سواء دون أو احتياجات خاصة مشكلتهم أكبر شوية. بنساعد الأسرة في تخطي المشكلة دي، وكمان بنوجه الأم إزاي تتعامل مع الطفل. احنا بنشتغل منتصوري هنا بنعرفنا إزاي نعلم الطفل الحياة التعليمية بطريقة هدفية شوية، فيها هدف ان احنا نتعلم ازاي نتعلم بطريقة يومية، ما نجبرش الطفل مثلا على التعليم بطريقة تقليدية شوية. قدامنا هنا الادوات، بيختار هو الطفل الادوات اللي هو بيحتاج ان هو يكون عايز يتعرف عليها وازاي ان احنا نقدر ننميها بطريقتنا المنتصورة. قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن إنه حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب، وأضاف إلى أن العالم فشل في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحا أن كل دولة لديها مسؤولية لتضمن أن جميع مؤسساتها لا تسهم بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن إسرائيل تدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام، داعيا الدول التي لم
تعترف بعد بفلسطين إلى سرعة الاعتراف والمضي قدما في حل الدولتين، مؤكدا أن إسرائيل أعلنت أمام العالم أجمع أنها ستواصل الاستيطان في الضفة الغربية والهجمات ضد الأماكن المقدسة بالأراضي المحتلة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قرى وبلدات بجنوب لبنان، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على بلدة الخيام والأخرى استهدفت الحي الشرقي بين العديسة وكفر كلا بجنوب لبنان. كما ألقت القوات الإسرائيلية قذائف محملة عبر مسيرات على بلدة الطيبة. حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من مخاطر اندلاع حرب إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط إذا تدهورت الأمور بين إسرائيل وحزب الله. وقال أوستن إن حربا أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية، نوري أهمية للحل الدبلوماسي لوقف التصعيد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية. اعتبر نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أن مخاطر نشوب صراع مسلح ومباشر بين القوى النووية باتت مرتفعة في الوقت الراهن. وقال المسؤول الروسي إن أسس الردع النووي في روسيا تم وضعها في السنوات الأخيرة على أساس ضمان أمن موسكو لعقود قادمة. أظهرت دراسة جديدة نشرت أن عدد حرائق الغابات وحدتها الأكثر تدميرا وتلويثا تضاعف في جميع أنحاء العالم خلال السنوات العشرين الماضية بسبب ارتفاع حرارة الأرض جراء النشاط البشري. المزيد بالتقرير التالي. مع استمرار التلوث البيئي وتفاقم التغيرات المناخية تضاعفت حرائق الغابات منذ 20 عاما في العالم بسبب ارتفاع حرارة الأرض جراء النشاط البشري. وفي دراسة جديدة باستخدام بيانات الأقمار الصناعية درس الباحثون نحو 3000 حريق غابات ذات قوة إشعاعية هائلة، حيث أن كمية الطاقة المنبعثة من الإشعاع بين عامي 2003 و2023 زاد بمعدل 2.2 مرة خلال هذه الفترة. الغابات الصنوبرية المعتدلة في غرب الولايات المتحدة والغابات الشمالية التي تغطي ألاسكا وشمال كندا وروسيا هي الأكثر تضررا. مع زيادة وتيرة وقوع هذه الحرائق بمعدل 11.7 مرات على التوالي، الدراسة أثبتت أيضا أن السنوات الست الأكثر شدة من حيث وتيرة حرائق الغابات وتكرارها سجلت منذ عام 2017، وأن عام 2023 هو الأحدث حيث شهد أعنف حرائق الغابات. ومع حرائق الغابات تعبر سحب الدخان مناطق واسعة ما ينعكس سلبا على الصحة ويؤدي إلى زيادة الوفيات المبكرة. وأكدت الدراسة الجديدة أنه لم تعد أثار تغير المناخ شيئا من المستقبل، حيث نشهد دلائل على جو جاف ودافئ داعية إلى إدارة وقائية أفضل للغابات. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
وصلنا مشاهدينا إلى ختام النشرة، وإليكم تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مصدر رفيع المستوى يؤكد أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها. مدبولي يؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بوضع خطة استباقية للتخفيف من فترة قطع الكهرباء خلال فصل الصيف. مدبولي يؤكد توفير أكثر من مليار دولار لمواجهة أزمة الكهرباء ووقت انقطاع التيار بداية من الأسبوع الثالث من يوليو. ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحية زميلة آيات عبد اللطيف وهذه تحية ناردين حبيب. دمتم في أمان الله.